تقرير لذيذ ومشهي طبعا يا نجيب. إذا مشاهدينا نكمل معكم المشوار مع برنامج صباح الخير يا كويت. الآن سنتحدث عن موضوع مهم جدا، عن التنمية البشرية. معنا الأستاذ فهد الرفاعي، محاضر وباحث في التنمية البشرية. صباح الخير أستاذ فهد، وأهلا بك معنا برنامج صباح الخير يا كويت. صباح الخير جميعا، وحياكم الله الساعة المباركة. أصبح السادة المشاهدين، حياكم الله الساعة المباركة. حياك الله أستاذ فهد. ما شاء الله أستاذ فهد جميل، يعني مندش علينا وشعلة، أحس الشعلة كذي يسألنا ويناقشنا. يعني ما أدري هل هذا هو سحر موضوعنا اليوم؟ لا هذا مو سحر، بس هذه محبة من الله سبحانه وتعالى. صلي يحب مثل المحبة فيكم عشان البشر يحبونكم. ما شاء الله. فأنت ما شاء الله اشتغلت علينا قبل الهواء والحين مع الهواء. تمام. صلي يحفظكم. صلي يقويك. راح نبتدي الحوار عن موضوع مهم جدا، عن الأنماط الشخصية. شو المقصود بالأنماط الشخصية؟ أولا إحنا عشان نعرف لكم والسادة المشاهدين إن الأنماط هي قبل ما ندش فيها هي البرمجة اللغوية العصبية. إن الإنسان هي بناء على قدرات ومواقف والاتجاهات. البرمجة اللغوية العصبية هي مجموعة قدراتنا العقلية على استخدام لغة العقل باستراتيجية إيجابية تمكننا من تحسين حياتنا للأفضل. هي اللغة الداخلية واللغة الخارجية لنا، وأيضا الجهاز العصبي والحواس الخمس. لذلك ما صنفوا علماء النفس إن هي مجموعة دينامية منظمة من سمات الفرد وأنماط السلوك. حلو. هي منها الشخصية، المواقف، الاتجاهات، الأفكار، المشاعر، المساعي، النبضات، أيضا هي الأفعال والردود على الأفعال والفرص، والتوتر والكرب الناتج من شنو. هذا كله هي من مواقفنا، من تعاملنا اليومي مع الآخرين. حلو. لذلك هي تنتج عنك نمط معين، هو نوع من مزيج الوراثة الجينية والتأثير البيئي. مفهومة هي بين سمة أو نوع الشخصية. حلو. المزاج أو الطبع. من ذلك احنا نتعرف على نمط الشخصية، ان هذا الشخص هو هذه نمط شخصيته، اكتسبها من وراثة، ايضا اكتسبها من سلوك وتأثير بيئة داخلية وخارجية. حلو استاذ فهد، يعني شو الفائدة لما انا اعرف الانماط الشخصية؟ يعني ممكن اتعامل مع شخص على حسب نوع نمط شخصيته مثلا؟ اكيد. انا لما انا اعرف اليوم نمط شخصيتي او اعرف نمط شخصيتكم، هي التعرف. اذا لما انا يصير عندي تعرف على نمط الشخصية، اعرف نقاط القوة عندي ونقاط القوة والضعف عندك انت وعند الآخرين. أستطيع أنا بعد ذلك أن يصير عندي قوي علاقتي مع الآخرين، وأعرف وين أحط كل شخص بمكانه المناسب، وأطلب العمل من الشخص المناسب. أيضا أن أنا أعرف وين الأعمال اللي هي تناسب ميولي ودوافعي الطبيعية. لذلك هي مجرد أنا ما أعرف التعرف على أنماط الشخصية، أعرف يكون عندي تفادي للأنماط السيئة السلبية. حلو. من خلال تعاملي مع من حولي. هل السيرش هذا السريع على الأنماط الشخصية في مدة زمنية معينة، يوم يومين ثلاثة، ولا هو طبيعي مع الحياة؟ ما في مدة، هي مجرد أنت ما تعامل معك، أنا مجرد ما مواقفك، اتجاهاتك، ردود فعلك، سلوكك، أنا أعرف نمط شخصيتك، تعرف نمط شخصيتي، يصير هني كونكش بيني وبينك. عشان كذي دشيت علينا بإيجابية. محمد بدي أعرف قد إيه بده كم يوم ليكتشف الشخص اللي أمامه. بكتشف شخصيتك. ما عندي أيام. بكتشف شخصيتك. ما عندي أيام. أنا ما في أيام. أنا عندي دقائق معاكم. دقائق وأنا أعرف أنماطكم. وحقنا. السؤال، إذا النمط مبني على الجينات مثل ما ذكرت، يعني غير متغير، هو موجود وما بنقدر نغيره. لا لا لا. حتى إذا عرفنا أنه شيء سيء فينا ما فينا نغيره، صحيح؟ لا، هو في تكييف. هو النمط نفس العجينة. العجينة ما تبلش أنت تشتغل فيها تسويها مثل ما تبي أنت، صح؟ صحيح. وتسويها على شكل معين، لكن أنت لما تحط عليها ماء وتحطها في الشمس يصير عندك لما صحيح. تشتغل فيها يصير فيها شقات، لكن مرة ثانية خلها مرة ثانية واشتغل عليها وحط عليها ماء شوي وعدلها يصير معاك تمشي شوي. ليش؟ لأن هذا النمط هو ثابت، لكن أنت لما تفعله مع الوقت وتمارس وتدخل عليه نمط ثاني تشاركي، لأن هي انقسمت أصناف البشر لثلاث أصناف. هو النمط الواضح والصريح، هو كل صفات النمط الواحد فيه 100%. حلو. وهو في شخص ثاني نمط رئيسي فيه 75% من هذه الصفات، وفي 25% من هذه الصفات الثانية. أيضا في نمط تشاركي فيه 4 أنماط من نفس النمط. فتبون أن تحكي؟ أبي أبرز الأنماط الشخصية اللي تعرفها أنت، وضحنا. يعني في، أنا أتوقع يعني سوري فهم الخجول في هذا الموضوع، أن العصبي كذي هي هذه الأنماط الشخصية؟ هي هذه أنماط سلوكية. سلوكية. إحنا نقول المزاجي، العصبي، المسالم وما شابه ذلك، لكن أنا أعطيك الأنماط الأربعة الرئيسية. حلو. الأنماط الأربعة الرئيسية المتفرد، التحليلي، التعبيري، الودي. أنا لما أي أفسرهم الحين الأربعة أقول لك مثلا المتفرد حاسم وحازم.
يا أبيض يا أسود. لما تقول له ايش رايك بالسيارة هذه والسيارة هذه، يقول لك السيارة هذه، ما فكر، ردوده جاهزة، قراراته جاهزة. قيادي مبادر من الطراز الأول، يهتم بالإنجازات. مقولته الشهيرة عطني الزبدة خلصني، عملي يهتم بالإنجازات وعلى حساب علاقته الخارجية الاجتماعية والأسرية، يعني قاضي اليوم كله برا البيت، يجي بس نهاية البيت يشوف أسرته، هذا عملي. هو ما يتردد في أنه يصحح أخطائه، ربما يغل كلمة يقول كلمة هو ما يقصد فيها أذية للآخرين، لكن هو سريع الكلام، دائما الحركة، يتميز بالنشاط والحيوية. هذا متفرد، هذا النمط الأول متفرد. هذا أنا متفرد أحس إنه هلا رح يقلنا لأنه دقائق قلنا بدقائق معدودة بيقدر يكتشف أنماطنا، فهلا رح نسأله عن أنماطنا. نعم. ماذا عن النمط الثاني؟ النمط الثاني هو التحليلي. تحليلي. أنا أقدر أتعامل مع النمط الأول المتفرد، لكن النمط الثاني التحليلي هو منزوي، يحب الوحدة، نمط مقيد ملتزم بالأنظمة والتعليمات. النمط هذا لو تقول له تعال خلص لي المعاملة، أو هو قيادي، أو هو رئيس قسم، أو هو مدير، تقول له خلص لي أنا صير لك أنا رفيجك أو شيء، يقول لك أنا عندي أنظمة عندي قواعد. هو ملتزم من الطراز الأول، واقعي منطقي جدا، ما يتجاوب مع الخيالات. يعني تقول له تعال خلنا نبني برج فوق الماي في الكويت ونخليه على شعلة، قال في أحد جربه من قبل، قريت عنه، حريص يعني، حريص جدا، مستمع منصت من الطراز الأول. ما شاء الله. التحليلي مرجعيته داخلية، يعني لو سمع كلام من هذا ومن هذا ومن هذا من الكل عن أمر ما عن قرار يتخذه، آخر شيء هو اللي يتخذ القرار، ما يهتم للقرارات الثانية. نعم. ماذا عن النمط الثالث؟ النمط الثالث هو التعبيري، يتسم بالإبداع، لذيذ وممتع، هذا يتسم بالإبداع. هذا النمط ممكن يتحول من قمة الحب إلى قمة البغضاء، من قمة العاطفة إلى قمة البغضاء، يعني بدقائق كلمة واحدة ممكن تأثر عليه اليوم كله. متقلب؟ هو مش متقلب، احنا نقول يستثار شعوريا. هذا النمط هو يتميز بالاستثارة الشعورية، يعني لو دزل الصبح على صباح الخير تقول له كلمة مو حلوة، كلمة تقول له مو حلوة، الكلمة هذه تعفس عليه اليوم كله. نفس الشخص اللي رايح دوامه هو كمدير، هو يبي يروح قبل الموظفين، فواجه طلعت الصبح واجه شخص زلق سيارته، فنزل عليه ينهال عليه في الكلام، يا صاحب الدورية أو يا الشرطة، ينهال على رائع الدورية. خلص الموضوع راح الدوام، قال حق الموظفين، قال حق السكرتير وين التقرير اللي طالبه من عندك قبل شهر؟ قال ما تأخرت فيه عشان عندي طباعة. قال وين مال الطباعة أجيبه لي؟ قال أجيبه ياب مال الطباعة. قال وين ليش ما طبعته هذا؟ قال ما الميزانية ما تكفي، المحاسب ما أعطانا. قال يجيب المحاسب، فانهال على الكل. هو متغلب، لذلك هو متغلب على الاستثارة الشعورية. حلو. وهذا النمط هو نمط يتسم بالعلاقات، يعني شركات الاتصال في نمط التعبيري هي أكثر شيء رابحة من النمط التعبيري. يحب يدخل في العلاقات والحوارات قبل دخول. نعم. المهمة، أي مهمة يدخل في العلاقات الشخصية، يعني هذا ما يصلح تقول قود اجتماع، يدخل ربع ساعة قبل الاجتماع يتكلم علاقات، يتكلم بمواضيع، يتكلم بقصص. أما النمط الرابع هو النمط الودي. الودي، وما أدراك ما الودي، ودود، حبوب يسمونه، نفسي يعني. الشمعة 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 تحترق هذا النمط، هو ما يرد أحد في أي طلب، لو أحد طلبه بطلب قال جهد وياك، يعني نفس القاضي اللي لما يجي واحد اليوم هو شاهد حق عملية زواج، يا له باكر شاهد على طلاق، كان يقول للقاضي أنت إيش عندك اليوم؟ أنت زواج جاي أمس جاي زواج واليوم يعني طلاق. قال زين هم إيش أسوي لهم؟ يطلبوني اللي أمس طلبوني معهم، أنا إيش أسوي؟ أساعد الناس. فهو شمعة تحترق النمط الودي. النمط الودي يتميز بالهدوء. حلو. هو يصلح كمنفذ. احنا لما انا اميز بين الانماط الاربعه، الاول هو يصلح كمحفز لانه قيادي المتفرد. التحليلي يصلح كمطور لانه يحب جمع المعلومات والبحث. حلو. اما التعبيري يصلح للاستثاره الشعوريه، يصلح كابتكاري لانه يتجاوب مع الخيالات. التعبيري يتجاوب مع الخيالات، عنده قوه بالخيال، ممكن يبتكر لك اي شيء. حلو. أما النمط الودي هو يصلح كمنفذ. الحين متفرد، تحليلي، تعبيري، ودي. ما يصير يجتمعون بشخص واحد؟ يصير. نفسي أنا. يصير. أحسني كذي يعني. لا، عندي فضول حضرتك، يعني قبل قليل ذكرت لنا أنه بدقائق معدودة بتجلس مع الأشخاص ممكن تحدد أنماطهم. إيه؟ الشخصية. فنمط محمد مثلا. نمط محمد. دحني. نمط محمد. محمد أنا ميزته، لكن أنا ما طولت وياه، لكن مجرد الحديث محمد متفرد.
يميل الى الودي. الله، متفرد يميل الى الودي. اي، لان في نوع من العاطفه. نادين، انا بدي اعرف عن نفسي. نادين لا، نادين تحليلي الى ودي. نظارة ومكتب وتحب الأمور. إيه، تحب تفاصيل، نظريات، دخول، تزن جميع الاحتمالات قبل الدخول لأي مرمى. حلو، صحيح. فأنا لما أكون مثلا عندي بضاعة أو عندي مثلا نظارة أو عندي أي شيء، بعرضها حق المتفرد. شو أقول له؟ أقول له النتيجة لما تشتري هذه النظارة أو تأخذ هذه النظارة تستفيد كيت كيت كيت، عطى النتيجة على طول، تستثيرها بالنتيجة. أما لما تي حق التحليل تقول له شنو؟ تقول له هذه تفاصيلها كيد كيد، ماركتها كذي، ضد كذي، فيها كفالة كذي كذي، تعطيه تفاصيل وايد، فهني تغنعه. أما التعبير شو تقول له؟ استثارة شعورية. تقول له يا حلوها وأنت لابسها الصبح كذي، إيه، يا حلو هي بيدك، صحيح. يا حلو أنت صاحبها. أما الودي شو تقول له؟ لأني أحب لك الخير. لأن أتمنى لك الخير لما تلبسها، لما تشتريها هي تكون لك أفضل. فهي هي أنماط، وبالتسويق لازم ياخذوا دورة أعتقد بالأنماط الشخصية اللي يسوقوا أي شيء. مش بس التسويق، أنا أتكلم على الأسر، الأزواج، الأولاد، صحيح. الأسرة، أيا كان، الموظفين، الزملاء، الكل لازم ياخذ ويتعرف على الأنماط الشخصية. هي مساعدة في التواصل والتوافق بين الأشخاص. حلو، عندي سؤال. فهد الرفاعي الباحث في التنمية البشرية، من أي نمط من النماط الشخصية؟ أنا يمكن لو يعرفوني المشاهدين الحين وبعد ما تحكيت، أنا متفرد إلى تحليلي، إلى ودي شوي، إلى ودي شوي. يعني أنا بعد ما دراستي الطويلة كيفت نفسي إلى الأنماط الأربع، لكن أنا نمطي الرئيسي متفرد. أي هل حسب الموقف بتكيف نفسك؟ نعم، حسب الموقف. نعم، لأن أنا لما أذكر أن هذا النمط الشخص، أنا أنتظر من عنده موقف، أنتظر من عنده سلوك، أنتظر من عنده ردة فعل، إشارة معينة، إشارة معينة. أيضا طريقة الجلوس، طريقة الإنصات، حركات العيون، الإيماءات، هذه كلها لغة الجسد. صح، هذه كلها تكشف نمطك الخاص. بما أننا درسنا لغة الجسد والأنماط، لذلك نستطيع أن نتعرف على أي نمط شخص. شو أكثر الأنماط اللي بترفض نفسها، بترفض بعضها، اللي ما ممكن يلتقوا؟ النمط المتفرد مع التحليلي. تحليلي مع المتفرد. يعني أنا وأنت نادين. لا لا، بس يكون في توافق، لأن إذا كان في معك نمط آخر ودي تتوافق. ودي وودي. فهني تتوافق معها. شوف صار فهد، أي إيجابية من ناحيتي حق الزملاء جميعا بما فيهم نادين، أوكي. أما أي شيء سلبي نادين هي. هذه دعاية ولا شيء؟ أوكي تمام. لا، هو في النمط المتفرد مع الودي، هما هذيلي هو اصلا اكثرهم تاقلما. عشان كذي انت اعطيتنا شعله جميله قبل الهواء قبل شوي. هذا من عندكم شوي. اي نمط هو المغامر؟ المتفرد. المتفرد هو المغامر. هو يقبل التحديات ودخول المغامرات. اول نمط. أنا سألت هالسؤال لأنه عنا تقرير رح نشوفه مع المشاهدين، أو مشاهد رح نشوفها مع المشاهدين. أستاذ فهد رفاعي، أنا بشكر حضورك. أنا قبل أن أختم بدي أسألك، بتحب تركب رولر كوستر؟ ما عندي مشكلة، أنا جهد، أنا من صغري أحب المغامرات. بتحب المغامرات محمد؟ لا والله، إنه متفردين كلش. أنا متفرد بس خواف شوي، عنده شوي طاقة، خواف شوي، ودي شوي. في هناك رولر كوستر في إلينوي، في طبعا المعروفة مدينة مدينة الألعاب الترفيهية سيكس فلاجز، دخلت موسوعة جينيس الأرقام القياسية من خلال قطار خشبي. القطار الخشبي هو يعتبر مشاهدينا، فازت بثلاثة ألقاب: أطول قطار، أيضا أسرع قطار، وأيضا الأكثر انحدارا. فرح نشوف مع المشاهدين. انسى قطار الموت مال مدينة الترفيهية ما صعدش. إذا هذا القطار موجود بسيكس فلاجز مشاهدينا جريت أمريكا بإلينوي. رح نشوف مشاهد مع المشاهدين.